عناصر الجماعات الإرهابية اتخذوا من رمضان عنصرا محفزا لاستهداف دور العبادة. استراتيجية داعش في السعودية لتنفيذ أعماله اعتمدت على تقسيم البلاد إلى مناطق عدة بحسب توزيع مجموعة الأدوار والمهام على أفراد التنظيم. خلايا التنظيم التي تدار من سوريا والعراق تهدف في المقام الأول إلى خلق صراع مذهبي، ثم إشاعة الفوضى عبر جماعات تضم متورطين من جنسيات مختلفة أغلبهم سعوديون. لا يخفي داعش نواياه في خلق الفوضى في السعودية، ومن ذلك السعي لاستهداف البعثات الدبلوماسية لكسب التأثير الإعلامي لمخططاته، وإظهار الدولة كما لو أنها عاجزة عن حماية السفارات والقنصليات العاملة فيها، وهو المخطط الذي نجحت الأجهزة الأمنية في إفشاله. الأجهزة الأمنية السعودية نجحت في اختراق البنية التحتية للتنظيم، حيث تم التعامل مع مجموعة من العناصر الداعمة من خلال شبكة الإنترنت التي هي أشبه ما تكون بالأجنحة الإلكترونية، حيث تقوم هذه العناصر بدعم الخلايا ونشر أفكارها. نجاح الأجهزة الأمنية في اختراق صفوف داعش غير مخططاته، حيث لجأ إلى الأحزمة الناسفة في محاولة لتفادي الإجراءات الأمنية بعد إدراكهم صعوبة بلوغ السيارات المفخخة أهدافها. ميس عمار، العربية.